مرة تانية كابتن فاروق، أي حد من مشجعي نادي الزمالك بيتفرج علينا دلوقتي هيبقى عايز يعرف إيه اللي حصل فرقة نادي الزمالك من فرقة من 3 أسابيع كانت أول دوري بعد ماتش الإسماعيلي 3-1، فجأة انهيار غير طبيعي في نادي الزمالك. بتشوف إيه السبب في ده؟ يعني هو أسباب، مش سبب واحد، يعني في أسباب كلها اتجمعت وبقت يعني طرف تاني ضد الزمالك. يعني أنت بتتكلم دلوقتي على التشكيل، لعبنا في التشكيل، طريقة اللعب لعبنا في طريقة اللعب، اللعيبة مثلا 5 6 الصفقات اللي جايبهم النادي، ممكن الصفقات دي تكون كويسة، ولكن ممكن الصفقات دي مطلوب ما تلعبش مع بعض في توقيت واحد. مطلوب مثلا الصفقات اللي أنت جايبها دي ممكن تكون كانت حاجة كويسة جدا في الفرق بتاعتها، لكن الأداء بتاعها ما يناسبش طريقة اللعب في نادي الزمالك. وأنت مستحيل تغير طريقة لعب بطل دوري سنتين وكأس مصر وتغير طريقة اللعب أو تغير التشكيل أو تلعب في التشكيل. انت لعبت في التشكيل، لعبت في طريقه اللعب. اللعيبه بقى حتى برضك اللعيبه اللي كان ليها دور ادوار كبيره السنه اللي فاتت، يعني انا عايز اللي احنا شايفينه ده هنقول اللي جاب الدوري السنه اللي فاتت، مجلس اداره عمل شغل كويس جدا، لكن اللعيبه هي اللي كان ليها دور اساسي يعني اكتر من المدرب. اما المدرب هبط الاداء بتاعه او بدا يلعب في الفرقه، حصل دروب جامد جدا في الفرقه. فانت في حاجتين اساسيين في كره القدم، اما انت تثبت تشكيل، حاول التشكيل بتكسب العب باللي بيكسب بيه، يعني خلاص كسبت فخلاص اثبت تشكيلي والعب بكده، عايز اغير لاصابه لاجهاد لانذار، ده اللي ممكن اعمله في التغييرات، لكن كل ماتش العب بمجموعه من اللعيبه. تاني حاجه طريقه اللعب، احنا السنه اللي فاتت خدنا الدوري وخدنا الكاس، خدنا الدوري سنتين بنلعب 4-3-3 ولعبت باربعه كنت ناجح فيها، 3-4-3 لعبنا بقى في الاخر في اخر السنه لعبنا 3-4-3 وخلينا 2 ارتكاز، وكان تروقه بيلعب ارتكاز كانه سيرديباك تاني، فكنت وبعدين كان كده عندك لعيبه لما حصل عنده كان عندك لعيبه. هو تيجي النقطه، انت الناحيه الدفاعيه مش مشكله، لكن الاداء بتاع نادي الزمالك في الفتره الاخيره الاداء الهجومي مش فعال. يعني بمعنى ايه؟ انت ما لعبت في الفتره اللي فاتت، انت اكتشفت لعيب كبير جدا وكان عنده مستقبل كبير جدا اسمه نيمار. نيمار ده كان بيشتغل ناحيه اليمين، وكان هو من اللعيبه اللي بتطور الاداء بشكل كويس، عنده السرعه عنده المهاره، وبعدين بعد بعته ورجعه عايز تلعبه تاني هو معنويا واقع. يعني بقى له ماتشين بينزل بديل ما بيعملش حاجه، ليه؟ وقع منك معنويا. الناحيه الثانيه مثلا عندك 2 مش موجودين، يعني فتوح مش موجود وفتوح وعبد الله جمعه الاثنين مش موجودين، وده اثروا على الفرقه بشكل كبير. طبعا اثروا على الفرقه بشكل كبير. حتى لو لعب عبد الشافي ما عندوش الجهد ولا، وبقى له فتره مصاب وبقى له فتره بعيد عن الملعب. تاني حاجه انت جايب عمر جابر لما بتجيبه ده لعيب دولي ولعيب عنده خبرات، يعني ممكن انا وجهه نظر عمر جابر افضل مكان بيه ان هو يلعب في نص الملعب، ما يلعبش على الطرف، الطرف عالي مجهود. مليون في المية والله كابتن فاروق، يعني من ساعة لما طلع عمر جابر من ايام كابتن حسام حسن احسن مكان ليه مع نادي الزمالك هو يلعب في نص الملعب، بيلعب في نص الملعب، هو بيأدي بشكل كويس، بيشوط كويس، كرات عنده وممكن يعمل لك السرو باص، وعنده السرعه وبيكمل ورا الهجمه ويخش 18. هو رحت انت لاعب حطيته طرف يمين، رحت واخد من ادائه الفني والبدني كتير. دايما الاطراف بتاعت الفرقه هم اكتر ناس بتجري، فانت حافظ على متوسط الاعمار في متوسط الاعمار فيها. وكان بيلعب ناحيه اليمين نيمار وناحيه الشمال بيلعب فتوح، كنت انت فرقه تانية. فرقه قويه مسيطره على على الكره في الدوري العام، بتادي بشكل كويس، عارف نتيجه المباراه. اللعيبه والمعنويات بقى اللي ودي لازم نروح فيها، معنويات بتاعت اللعيبه وقعت. عشان توقع المعنويات دي عشان ترجعها هي بقى عايزه شغل تاني بقى، عايز شغل بره الملعب. يعني انا مش هقول بقى نمرن اللعيبه ونخليها تجري كتير ونعدي المعدل البدني نزوده والاحمال نزودها، لا الكلام ده في الكوره لا. انا وقعت في ايه؟ معنويا، ابتدي اشتغل على معنويات، اعلي المعنويات بتاعه اللعيبه، ارجع اللعيبه للثقه اللي كانت موجوده فيها. انا شايف ان انا مثلا في الفتره دي احنا عندنا يعني تغييرات في موقع، انا والناس قالت تغييرات ممكن في الجهاز الفني في ماشي اسامه نبيه. وجه الكابتن اسماعيل عنده خبره واسامه عنده خبره. كان انا وجهه نظري كان لازم يبقى لهم دور مع المدير الفني وبرضا المدير الفني وبرضا مجلس الاداره، يعني مجلس الاداره يقعد يتكلم معاه ويقول له ان دولت يبقى لهم دور، ان اسماعيل ده عنده تاريخه كويس، اسامه كان شغال في منتخب مصر عنده تاريخه كويس، هو ما يستعين بيه وممكن عنده افكار ما تمشيش مع الفرق دي، لازم يستعينه. امال انت جايب مدرب عام مصري بجانب المدرب العام اللي هو الاجنبي معاه، حتى تاخد رايه على سبيل المشوره، لازم. لكن ما تبقى انت مش هتقول له تعالى اتعلم، مش هتفرض عليه حاجه، مش هتقول له تعالى اتعلم.
ده هو خلاص يعني. اسامه ده راح كاس العالم، اسماعيل لعب في كاس العالم، واسماعيل المدرب كويس ولعب وادار فرق لوحده، هو مدير فني وكان بيلعب في الدوري العام. انا شايف ان لازم يبقى فيه الحكمه. الحكمه في ايه؟ ان انت في توزيع الادوار. تاني حاجه، روح بقى على اللعيبه. انت السنه اللي فاتت كنت حتى لو من غير لعيبه هتاخد الدوري، اسف من غير مدربين كنت هتاخد الدوري، ان اللعيبه كان عندها الدافع المعنوي والنفسي والقوه. شيكابالا لم من اللعيبه، اللعيبه بتكسب تجري وتروح للجماهير. جماهير نادي الزمالك ما هي يعني ما فيش اروع من كده في الفتره السنتين ثلاثه لغايه دلوقتي. جماهير نادي الزمالك هي السند الحقيقي للفريق وبيساندوه بشكل كبير جدا، ودي اللي الدافع المعنوي ادت الدافع المعنوي والنفسي للعيبه ان هم يستحوذوا على لمده سنتين اتنين دوري، وده حاجه نادره لما تحصل، اتنين دوري وكاس وانت مسيطر على الاداء الفني. عندك احسن ثلاث لعيبه كانوا موجودين في الدوري، بتكلم على زيزو، بتكلم على امام عاشور، على فتوح وينش. وكان الونش الاصابه طبعا، الونش كان خساره، لكن عرفت اللعيبه المعنويه اللعيبه. انت يعني طلعت اسامه، طلعت اسامه، اسامه صغير وطلعته ولعب، واللعيبه بتسنده وتدافع عنه وتوقفه على رجله لغايه ما راح المنتخب. يعني حسام الناس بقت تزقه بشكل كبير، عبد الغني بقى الناس بقت تزقه بشكل كبير. انا شايف ان نادي الزمالك عنده الفرصه ان هو كل اللي انا بقوله ده عنده الفرصه ان هو يعمله، ولكن هي عايزه ايه؟ يعني لازم نلم بعض، يعني لازم تلم اللعيبه، لو اللعيبه عندها مشاكل حلها، لو اللعيبه عندها مشاكل مع المدرب حلها، ودي مساحه للعيبه ان هي تبقى موجوده في الفتره اللي جايه.